برنامجك دقن كيه دها إعلان تاب سومالي جا إف أو إلا ما أنت نوى رها إيو ربها ورا روضو سجل له سعري دبدي إن مهما هذا سومالي ذا كم النقطة تجستي رها وحوك مديها إن فلي ذبيها يلوك قال أنا لبذا بكون وران كرتا إيه بيوتك عن دوانت أبحنا هذا يا شير وحو أنا وياه بلذا يميل على متك عبيه فرنسية حلقة ونلك روبية هاي أيو سمو وقت عصوة بمبحا مركاسو هرميقو أي تلتان كيسي آدو دريمان حلقة راس وقيقو آرنك يا هاي أي آرهو وحوكو عان يا هاي أي آن كالتروكسي راهين إيو دواق ما يرفق فوق لغمقلو وإنو رايحين داغين يا هاي لو فيلكرو لسالالق يبي رواق لا أيو كوة ذا يكايا لما اندقانك ومان تاكو سوقي يا هاي إيضا أو أي هبالتا هاي حالد وناكسر إيو كوتيرو إيو كفر حسين يا هاي هذا يا شير وحا عيني سالاقا مقلا ميل روبكي قوكو كو قبلمي أما كي دايغتو أوسيو عنو ماشي تسارا أهان هوغا كاليريات حلا أيتا هاي أي أي لبغير مية أهي ميل هبلا كو كل مجرين لبضو بواسط عال ويسو ريسان جرين ميل واليبا نوركي أوسو مراي أيو كالكالا وغورها مجرين مركاسو كالانا وحياليه أي وحيسك ويدين جرين وحا أوبنان جرين هلا عيادي بالهب لكم موقان هاي إني بيا دقاري إنكالا labada midkood ayaa halka wuxuu ku jawaabi jiray shalay iyo xalayba dhulkii aan anigu soo maray meel walba raha ayaa jiiraha idaahu waa astaan barwaaqo dhaqan ahaan Soomaalida reer miyiga ahayd waa markii ay ka raysan jireen daalkii iyo qorax dheerihii kulula ay soo mareen لنا عكلاسة ومركع علاضه لحد وذاك على وسب شرين إنه ولبكي وكرها وأنا ذي سكدون شري رها عديسة أي حسوس شرتي هب الواهر الذي لي وحباش يكو حسلة لا سأقول الله ما عارنا أنت أسير ضع وحاجة ما يكون دري الله ونحرسية قبل ياجي لورين شري عبد القادر حرس السياد أو يم يم لو يقين وحمر إذا سدح يسديتنكي دل كميل والبدقال باك أوغن كوفرته وقويقة يبرتمها شبه هذا هو بيسد أو طلطل لقول لسي أيام ميل والبا لقاء باب ليه إذا ماذا لدقال قلين يا واعدة لي يلدي سربيه أحيد كو هبك يسادك أدرى يعنى وهل مقالك إيقو وذا تشوغي ووسيطة دي حكومة دا انت وذي بدنايد إيا شغاليه سرسراء الدولد معلم بمخايد هيرك كوواتة أيام لقا وذا قدين إياه من ضح يماد بالغوتيرا دي غنا ميغا واقول قولايا نمنكو واس اوغيين واس اسو قسليان وا غورتاس غورتو انت يابي او يي ميمتيني وجه راف غومدي دبيغيسي او بخي او كو خساي لبا وجيره نمدي اي رغاس اسلو هور فديين حبكا ايو لعقت الدولده سيدي اي غير ميغا او بابين ايين ايو جيركا اي ديلان انو يهي جيركا اي راه عيديسا مقلان قورا غبغاسو دهر تدعو كاميرا ايو يميم كويري وجه راف قومده يوان لحاين رينتي نحريس لأي مرح رساس إيا نحذينا باق ليسو روحي يا عيه رمقوذو وابين أفكر الرهاشين كالديدي راعتادو دوغا كمدوغانا رومركو دووه رمدك يا حريرة لشا لقا ركاتا يتدع عانيه دا كديرا رونيه حقاي قورتي راح قيلشا ورماها ليسكو روغي يا عيه هدي آن أباق لقو روشين فيق دقن كودا فتر لقا مقابو نبط إنا يخيس كاكو عنا كل والبسع راهو راح هذا اسكو مجرو آران كمو هي عباروه وأودريهين وانا أنو قولي هاي سيدا درتين ملكي تيران لدو صور قران راهو وو اسنبا قيلها ايو اسكو مرا بدا ناسي وحو اسكو قريا ميلها او قيانكو ولي كودن بايو halkaas ayuu milicda kaga gabadaa ila roobabka gugu ama kuwa dayrtu ay ka daayaano jidaan waliba ay waranto waxa hadaba jira laba hawlarood oo ay Soomaalidu ku mahmaado labadana ay raha u saariso mahmaado hore waxay ku saabsan tahay xiriirka ka dhaxeeya raha iyo biyaha oo ah noola waliba waxaanu ka maarmi karin laguna wada dhaqan yahay sidaan soo aragnay baalka tabarta yari wuxuu ugu horeeya inta biyaha u baahata mar walba oo ay suuragal tahayna uu ku dhex jiraa hayeshe sida muuqata abaal dhucuna wuxuu ka mid yahay tilmaamihiisa
taasina waxaa laga garan karaa mahmaada ay Soomaalidu ka sheegto ee ah haday biyo khayr leeyihiin dabadeeda halaga dayo oo wala jeedo haday biyo wax tar leeyihiin aniga ayaa ku naxirahaayo aniga ayaa ku weynaan laha. Abaaldhaca kasokow dabeecadaha kale eeraha laga sheego waxaa ka mid ah maangaabnida, taasoo u horseeda inuu si fudud u halmaamo dhibta uu jiraalada soo maro. Haddiiba biyaha ugu horreeya markuu dabaasho ayaa sida la yidhi wuxuu iloobaa oonkii iyo diyaalkii uu kolka dhow ka soo baxay. Haddaba diraac kulul xilli ayaa haydoo noolo waliba uu nafta u yaabay ayuu raah badani bakhti. Tiro yar ayaa ifkii kaga hadhay. Maalintii dambe ayaa midii faysan oo naftu ku dabayar tahay wuxuu u tegay abeeso ay daris ahaayeen. Wuxuu u doontay amaah biyood isaga oo ugu ballan qaaday inuu u gudi doono dhibicda ugu horeysa ee dayrta, taana way ka yeeshay. Rahi oo biyihii amaahda ahaa la soo siiyey aadna ugu faraxsan ayaa ku soo noqday rugtii uu joogi jiray. Si fiican ayuu ugu naalooday ilaa xilligii roobda ayuu maalin baqaar ka cabaayey kuna qubaysanayay. Waagii dambe dayrtii haddii la gaarayo meel walba ay roobabkii ka da-een ayay abeesadii biyaha ku lahaydi rahi u timid kuna tiri, rahow waqtigii ballanteenna waa la gaaraye, amaahdii aan kugu lahaa ii gud. Ha yeeshee codsigaas rahi dan uma gelin, kama uu jawaabin. Waxayba uga caddahay dabaal, biirawaaqla iyo kolba dhan u bood. Abeesadii deynta ku lahayd ayaa mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraadba ku soo noqnoqotay. Yaase u soo jeeda dabadeed kol dambe oo ay daashay ayuu rihii cayaartii hakiyey oo xaggeedii u soo jeestay. Sidii wax kale looga sugaayay ayuu yidhi, abeesooy maanta oo kale cidna lama hadlo. Taas oo la xusuusto markii la arko ruux maan gaabano calooshi la cayaara qof uu abaaldhucu dabeecad u yahay sida rahana u dhaqmaaya. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waanu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo